كاين اللي كيخلقوا هكاك صمون بوكمون المانفورماسيون ديال لو بيبي بوندون لا غروسيس. كاين اللي كيكون شي صوت مجهد بزاف حتى لدرجه انه فهمتي الانسان داك التامبون ديالو كيتصاب دونك كيمشي. مثلا الناتج عن الكوتون تيج ديك اللي كيمسحوا بها الودن كاين اللي كيتقبل الودن ديالو ولا كيكون فيها مثلا الماء ولا شي حاجه كتجي لواحد كونفيلسيون كيغيب من بعد كيبقاو لي راديو سكانر وداك الشيء كيلقاو بان عنده نقص في السمع. دي زوتي ديفلوبي اللي كيتديفلوباو كيقدروا يسبو زعما سمك. خاص اون كونسلطاسيون شي ان نو ار ال هو اللي غادي يبين لي كوز ديال هاد لا مالادي و il va زعما بريسكريغ لو تريتمون اديكو. واش كتعرفوا بانه وسط 10 ديال الدراري كاين 3 اللي كيتزادوا عندهم مشكل في السمع؟ السمع ولا الضعف السمع عند الدراري الصغار عنده بزاف ديال الاسباب، من الاسباب الوراثيه ولا الامراض الجرثوميه بحال التعفنات ولا بوشويكه او بوحمرون والحالات ديال الولاده المبكره. طبعا الضرر ديال النقص في السمع كتختلف من طفل لاخر، والطبيب المختص في الاذن والانف والحنجره بوحديتو يقدر يحدد لنا شنو الضرر ديال النقص والنوع ديال السماعات او السناطات اللي يقدروا يعاونوا الوليد ديالنا، لان يعني الدور ديالهم هو تكبير الصوت للمستوى المطلوب. كاين نوع من السناطات اللي كيتحطوا على الاذن وكاين نوع اخر اللي كيتزرعوا داخل الاذن وهذا في اسوا الحالات بحال الصمام التام. كاين جوج المشاكل اللي كيواجهونا، اولا الثمن المرتفع ديال هاد السماعات اللي كيفوق الامكانيات ديال بزاف ديال الناس. ثانيا تشخيص مبكر لهذا المشكل عند الوليدات الصغار باقي ما كافيش. في جوج هاد الحالات الاباء كيردوا البال حتى كيفوت الطفل 4 سنين او 5 سنين هو باقي ما هدرش لان اللي عمره ما سمع من المستحيل يهدر. وطبعا غير كنديروا السماعات الطفل كيكتشف الصوات وكيبدا الدور ديال المرويد ديال النطق حيت خاصنا نعوضوا التاخر اللي تسبب له في المشكل ديال الهضره وكذلك التاخر في الدراسه. وفي الحاله ديال عدم الامكانيه ديال اقتناء السماعات العائلات ولا الاطباء كيلجؤوا باش يعلموا ذاك الوليد لغه الاشارات وباش يفوتوا هذا المشكل ولتفادي اي تاخر كيبقى الحل الوحيد راه هو التشخيص اللي نقدروا نديروه بابسط الامكانيات. فالاباء خاصهم لا بدا يردوا البال لوليداتهم الا شافوهم ما كيجاوبوهمش ولا ما كيسمعوهمش او ما كيردوش البال للصوت المرتفع ولا الصوت ديال التلفازه. صحه وليداتنا هي راس مالنا خاصنا نحافظوا عليها. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.